السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأفلام المميزة جدا فيلم اسمه 12 Energy Men أو 12 رجلا غاضبا. الفيلم دوت أحداثه بتدور كلها في غرفة واحدة، الناس قاعدة بتتناقش، يعني مفيش قناص ومفيش قنبلة نووية هتفرقع فيهم وإثارة، لأ قاعدين بيتناقشوا. لكن الفيلم ممتع، الناس كتيرة عجبها جدا الفيلم. الفيلم معمول 1957، فالكاميرا اللي هي أبيض وأسود، مدة العرض 95 دقيقة يعني تقريبا ساعة ونص. رغم ذلك ممتع جدا، ناس كتيرة شافوه أكتر من مرة. على مستوى الأفلام على مستوى العالم هو واخد رقم 5 على مستوى العالم، سبب بده أفلام زي فورست جامب وانسيبشن، لورد اوف ذا رينج، ستار وورز، ماتريكس. فالفيلم خرافة، عجبني جدا وعجب الناس كتير اتفرجوا عليه أكتر من مرة. بيدور حوالين إيه؟ في نظام في أمريكا اسمه نظام المحلفين، اللي هو ايه، ان لما تحصل جريمة بنبدأ نجيب ناس مواطنين تشارك في اصدار الحكم، هل هو مذنب ام غير مذنب. النظام ده كان معمول زمان في بريطانيا على اساس ان الملك كان هو اللي بيحكم لوحده، فقالوا لا لازم ناس مدنيين يجوا يشاركوا في الحكم بحيث ان ما يبقاش فيه استبداد. واتعمل برضه في الولايات المتحدة الأمريكية في دستور 1787، وأصبح زي خدمة إلزامية، بيجيلك رسالة أنت تيجي تشهد او تحكم في القضيه دي. فالنظام هناك القضيه في شاب متهم بانه قتل حد، فالادله كلها ضده، فهم بيقعدوا، فاول ما بيقعدوا 11 واحد بيقولوا احنا شايفين ان هو مذنب، في واحد كده بيبقى قاعد ساكت. ف ايه قال لهم انا ما عنديش ادله ان هو مذنب، وفي نفس الوقت ما عنديش ادله ان هو يعني الادله اللي موجوده مش قويه، خلونا نناقش. لا احنا مش فاضيين، ده انا تاجر ورايا تجاره. بيقول لهم لا تعالوا نناقشها، ده حقيقة إنسان. فواحدة واحدة بيفضل واحد واحد بيبدأ يقتنع ويتجه من فكرة إن هو مذنب إلى فكرة إن هو مش مذنب. فهو المحلف رقم 8، وده كان شغال مهندس معماري. فبيقول لهم تعالوا في نوع من الشك المعقول في أدلة القضية. الشك المعقول إيه؟ الشك المعقول لو إحنا شاكين إن عندنا شك معقول في كون المتهم مذنب، لازم نقدم إقرار إن المتهم غير مذنب. فال11 واحد بيقول بس احنا شايفين. قال لهم طب ناقش يعني نقعد كده ايه نص ساعة نتناقش في الموضوع دوت. فهو شكل معمول، هو مصطلح قانوني معياري معمول به في القضايا الجنائية، انا الشك الحقيقي القائم على العقل والحس السليم بعد دراسة متأنية ومحايدة لجميع الأدلة. لازم يكون في أدلة واضحة لا يترك لها الشك. فبيبدأوا يناقشوا الأدلة، الراجل معاه سلاح الجريمة، لا ده ممكن السلاح ده نلاقيه في أي حتة وهكذا. فبنبدأوا اثناء الحوار بنتعرف عليهم كلهم، واحد مثلا عامل مسالم، واحد رجل اعمال، واحد عقلاني بيشتغل في الاوراق الماليه، واحد متربى في العشوائيات، واحد شغال مندوب مبيعات، الراجل مسن حكيم. اثناء المناقشه الجميله القمه في علم المناظره، بيقدر يقنعهم واحد واحد ان الشاب ده غير مذنب، او هو حتى لو مذنب بس الادله ما تخليناش نحكم بان هو مذنب واحنا مستريحين الضمير. ففيلم مسلي جدا، فيلم يخليك تفكر، مش مجرد ان انت في افلام بتضحك وخلاص، لا انت الفيلم ده بتخرج وانت عندك نوع من تغيير التفكير، تفكيرك اتغير، ان مش كل حاجة مسلم بيها، احنا ممكن نفكر فيها. الفيلم رغم ان هو كل احداثه في غرفة واحدة، لكن طريقة التصوير والكاميرا والزوم والحاجات دي معمولة ببراعة شديدة جدا، يخليك مركز جدا في كل حاجة. في اول فيلم الناس كلها بتضغط عليه عايزين نمشي ونروح، يقول معانا ان هو مذنب، فبيقول لا ده حياة انسان وانا ما عنديش الدليل ان هو مذنب ولا الدليل ان هو غير مذنب. نفكر وندرس ونشوف هل الادله، لو في دليل واحد ان هو مذنب خلاص انا معاكم، بس خلونا نناقش الادله ونتاكد ان الادله دي ادله صحيحه. خلي بالنا هو ما عندوش اي دليل ان هو بريء، بس بيقول لك الادله اللي بتقول ان هو مذنب انا مش مقتنع بيها، لو اقتنعت بيها خلاص هحكم بان هو